النهارده في ستيفلر رياكشن جديد على هوم سينما، والمسلسل اللي هنعمل له رياكشن هو مسلسل ميت وش بتاع نيلي كريم واسر ياسين. نزل له التريلر، هو تيزر مش تريلر، هو 40 ثانيه، نزل له تيزر اول امبارح. طبعا ما لحقتش ان انا اتفرج عليه، فقلت طبعا هسيبه واتفرج عليه نعمل له حلقه يعني. طبعا كالعاده ما شفتش التيزر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. ازيك يا عسل؟ الواد طلع تقيل قوي يا سكر ومصاب على ابوه. باي شوجر. ما تسترجل يالا كده، هنسرقها بالحب. الحب ازاي؟ لو الليجل ام ان انا وسكر والجماعه هنجيب كمان شويه، هنتقابل عند ماجي. عمليه جديده. ايوه في عمليه جديده. يلا باي باي. اوكي، هو تيزر ما فهمناش قوي، بس اللي احنا فهمناه ان هم تقريبا حراميه وش يعني، لان كان اسم المسلسل ده، كان اسمه الاول كان اسمه النصابين، وبعد كده تم تغييره يعني لميت وش. المسلسل على فكره هيبقى شكله لذيذ يعني، على الرغم من ال 40 ثانيه دي يعني ما قالتش حاجه، بس ماشي يعني. مش عارف اذا كان ممكن هعمله كمان تريلر رياكشن بالاعلان الرسمي بتاعه، بالاوفيشال تريلر بتاعه ولا لا، هشوف لسه على حسب يعني هينزل له اوفيشال تريلر ولا لا. بس هو المسلسل ده بنسبه كبيره هيبقى معانا السنه دي بنسبه 50% يعني، لسه برضو مش عارف. يمكن لو نزل له اوفيشال تريلر هعمل له تريلر رياكشن، لو ما نزلوش اوفيشال تريلر وهم اكتفوا بال 40 ثانيه دول بالتيزر ده فخلاص تمام، هشوف وهقرر كده مع نفسي هتفرج على ايه كده وهشوف يعني. المسلسل فيه نيلي كريم وفيه اسر ياسين وفيه كمان لؤي عمران وعلاء رشدي، وفي كمان طبعا هيبقى فيه ضيوف شرف كتير، وهيبقى معانا كمان اسلام ابراهيم ومحمد عادل وبيومي فؤاد وعمر الشناوي. بيومي فؤاد تقريبا طالع برده السنه دي في كل مسلسلات رمضان كالعاده. تاليف لاحمد وائل والاخراج لكامل ابو ذكري. زي ما انا قلت التيزر ده انا مش هديله اي نسبه ترقب زي ما عملنا في حلقه مسلسل البرنس. اتفرجنا الاول على التيزر بس ما عطاهوش درجه ترقب، اتفرجنا على الاوفيشال تريلر وعطانا نسبه الترقب. فنفس الفكره برضو للمسلسل ده، ده تيزر قوي، ده مش تريلر او ممكن حاجه تحمسني قوي ان انا ممكن اتفرج عليها، بس انا اوفر اول في ال 40 ثانيه دول حاسس ان المسلسل هيبقى لذيذ يعني، مش هيبقى دمه تقيل. ومبسوط جدا ان نيلي كريم بعتت شويه عن الدراما والكآبه اللي هي بتعملها كانت كل سنه، واخيرا هتعمل لنا مسلسل كوميدي يعني، وده شيء غريب جدا يعني، ده انديز نير حرفيا يعني. بس فهستنى الاول لما ينزل الاوفيشال تريلر اعمل له تريلر رياكشن عشان اديله نسبه ترقب، لو ما نزلش اوفيشال تريلر هشوف انا بقى مع نفسي كده هتفرج عليه ولا لا يعني، هقرر في الاخر. لما اخلص التريلر رياكشنز خالص بتاعت مسلسلات رمضان اكيد طبعا هقول لكم في اخر فيديو بتاع تريلر رياكشنز بتاع مسلسلات رمضان، اكيد وش هقول لكم ان ده هيكون اخر تريلر او اخر فيديو لمسلسلات رمضان، واستنوا بقى استنوا الفيديو اللي جاي بتاعي هقول لكم، هعمل لكم قايمه كده هتفرج على ايه وايه 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 واهم النقط اللي هنكفر والكلام ده كله يعني. هنشوف برضو، لسه ما قررتش، ممكن اطلع لايف تاني على يوتيوب او ممكن نعمله حلقه عاديه جدا يعني، لسه برضو ما قررتش، لسه مش عارف يعني. بس بالنسبه للمسلسل ده ما عنديش اي حاجه تانية اقوله، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.